waxaa mar abaarihii 12:10 iyo 10 daqiiqo ah oo subaxnimo oo subaxan saaki ah ay dhacday accident ka dhacday xaafadda Xalana meesha la yiraahaa junctionka Safeway meesha iida ah oo caadi iska ah ilmaha iskuulka Elias Jawhar ay ka raacaan oo stage ah ayaa mar subax la joogo gaari kale ku dhacay gabar iskuulka Elias ku jirto gabadha iyada magaceeda waxa la laashayna Maxamuud Qasaay oo form 3 Elias Secondary School da'deedan ay tahay 17 jir waxaan tacsiyay tareen la u diraya qoyskii ka dhimatay Allah u naxariisay shinda waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un تعزيه ودرينا قوس كدمة أهل ذي كدمة كنت تعزيه ودرينا تعزيه كدب وحرمنا المها مركا الجواري ذا كان راعي ماشي بستجدة أم استجيالك هنا سكير عليان جواري وضد وضد مرعس وحنا كعك ك كعد سنة ذكر دراولين تو الجواري ذا وضع هنا أيق نفط كوضة إلى ليان أما معلمين تلصعد إلى ليان رولسكا أما شرعي أودجن جيت كحجز والله ترى في قارب باقا يا ماشى سكولاتا هنا لقى جورت بامس ما دام يا ميل جنكشن أي تاي ميل جواردة معسى هنا حول سعط أي هن إنكو سو بامس حبطوا كار رئيس وعرب ولا ماشى إذا ميل كير رئيس هنا بامس لا يلا إيو ساين بورس أي تسينا إذا هنا ساين بورس هنا كت أي تسينا إذا ماشى هنا ما كان راعين ستيج أي تاي أما ستودنت يقولين إذا هنا لا يلا أن عطنا يا وكانت الحكومة هي وحي وحل سارة جيكو حل سارة من أساسها إلى جان